دايما كده يعني بيبقى يوم سعد وهنا وسرور لما بيكون معانا فقره غنائيه وبنسمع فيها حقيقي صوت حلو وصوت مميز. النهارده بقى معانا بنوته صغيره يمكن ليها صوت حلو قوي، هتتبسطوا النهارده في الفقره قوي قوي. يمكن هي كمان قدرت انها تفوز بالمركز الاول في الغناء الفردي في الجامعه بتاعتها، وهي جامعه عين شمس طبعا، وكمان هي عضوه في كورال روح الشرق. يمكن كل الناس اللي بتسمعها بتنبهر بصوتها، وبتنبهر اكتر لما تعرف ان هي الصوت ده طالع من البنوته الصغيره دي، مش صغيره قوي يعني مش زي ما انتم متخيلين، بس طبعا ان هي بدات مشوارها في سن صغير وقدرت كمان تحصل على جوائز. هنعرف طبعا تفاصيل كتير من ضيفتنا اللي منورانا سلمى هشام. ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. ازيك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله يا رب. سلمى منورانا. بنورك. وانا بس عايز اقول للساده المشاهدين ان هي كانت مسلطنانه قوي في الفاصل وهي بتجرب الصوت والمايك. كان في تست جامد هنا بجد. يعني ما شاء الله. لا ففي البدايه كده عايز اعرف مثلا، انت طبعا زي ما نوره كانت بتقول انت كليه عين شمس اداب. ايه اداب؟ اداب قسم اثار مصري. اداب قسم اثار. ايه علاقه قسم الاثار بالغنى وان انت بداتي ان انت تعرفي ان انت صوتك حلو او موهوبه وان انت بداتي تبقي موجوده في الكورال؟ بص، هو الموضوع ملوش علاقه بصراحه، يعني هو القسم ملوش علاقه ابدا بالموهبه اللي انا بمارسها في حياتي. هي الفكره كلها ان انا ده عندي من وانا عندي 3 سنين، الموهبه ظهرت من وانا عندي 3 سنين تحديدا، بس ما بداتش امارس الغنى غير لما دخلت الجامعه. اوكي. انا حابه قسم الاثار جدا، حابه الدراسه بتاعته لان انا كنت عايشه بره، فحابه ان انا اعرف عن بلدي اكتر واكون دارسه عنها اكتر. بس برضو الجامعه ادتني خبره كبيره جدا في موضوع الغنى لما دخلت الكورال بتاع الجامعه عين شمس. اوكي، حلو قوي. حلو. طب قولي لنا كده يا سلمى عن انضمامك لكورال روح الشرق، الخطوه جت ازاي وازاي انضميتي معاهم وايه الحفلات اللي انتوا بتعملوها؟ كورال روح الشرق ده صراحه يعني ما اي كلام عنه يبقى قليل، لانه هو المكان فعلا اللي خدت فيه اكسبيرينس كبيره جدا في حياتي. هو المايسترو محمود محسن، هو كان المايسترو بتاعي من وقت ما دخلت الجامعه، ولما طلع بالفكره بتاعت روح الشرق رحب جدا ان يلا كل الناس اللي انا عارفها وكانت معايا من الاول تكون موجوده في الكورال. ودي حاجه طبعا شرفتنا كلنا، وخدنا التجربه وعدينا بمراحل كبيره، حفلات كثيره جدا، والحمد لله اتعلمت كتير جدا من وجودي في الكورال. الحمد لله. حلو قوي. الكورال بيبقى مفيد جدا وبيبقى اصعب من غنى الصولو على فكره. ليه بقى؟ عشان انت لازم بتمشي مع المجموعه كلها، ما ينفعش تكوني مختلفه عنهم صوتك في حاجه، ما ينفعش يكون مختلف، لازم تكوني سامعه اللي حواليكي اكتر من انك بتغني. بالظبط. فبيكون أوكي. اصعب ان انت تغني كورال عن وبيبقوا محترفين اكتر، بيديهم خبرات اكتر. طب بصي بقى، احنا مش هنسمع بقى، هنسمع احنا نخش في الموضوع. نخش في الموضوع على طول. هتسمعيني ايه؟ هسمعكوا الاول كده انا في انتظارك لام كلثوم. يلا بص الاختيارات بقى، بص بقى النجم. النجم بقى. النجم بيبان من اختياره. يلا سلام. في بص هي بس انا عارف حاسها بقى ايه، عايزه تطلع. لا فاهم ده بتسخن بس. اللي هو اغني بقى. اغني بس. ويوم ما بتسخن حاجه يعني صعبه كده، وهي كمان ما شاء الله صوتها حلو قوي قوي. ما شاء الله عليك. شكرا، ربنا يخليك. مش عايز تقول حاجه؟ انا قلت لها غني. هقول لها غني تاني. هنغني يعني. طيب سلمى قولي لي، فكرتي بعد كده ان انت تدرسي حاجه ليها علاقه بالموسيقى والمزيكا، يعني تاخدي الجانب العلمي اكتر، ولا مكتفيه لحد دلوقتي بس بالموهبه؟ لا الحقيقه يعني الغنى بالنسبه لي موهبه بمارسها، بنبسط بيها جدا مع صحابي، بيني وبين نفسي، مع اهلي، مع الناس اللي بيحبوني. لكن كان انا اخوض بقى في دراسه الحاجه دي، لا ما فكرتش صراحه خالص كده. يعني اكتفيت ان انا تمام درست 4 سنين، شكرا. مش قادر ادرس تاني. شكرا، مش قادر ادرس تاني خلاص بقى، اللي هو انا خلينا نبسط بالغنى اكتر يعني بس. اوكي. طيب انت دلوقتي لما شاركتي في مسابقه الغنى الفردي في الجامعه، يعني شاركتي فيها كده وانت عارفه ان انت هتطلعي ما شاء الله هتاخدي فيها المركز الاول، ولا كانت المسابقه عامله ازاي؟ كان مثلا في مثلا جنبك كام حد مخوفك من المسابقه او مخليك متردده؟ بص، هو احنا عندنا جامعه عين شمس معروفه ان فيها مواهب جباره بصراحه يعني. امال؟ امال؟ عين شمس معانا بس حاجه ثانيه يعني. لا يعني ما شاء الله، حتى على مدار اي مسابقه بتخش فيها الجامعه معروفه ان عين شمس دايما توب يعني. بس المسابقه دي كانت على مستوى يعني هي كليات عين شمس. طبعا كان في مواهب جباره جدا وناس كلهم يعني صحابي وعارفاهم وبقدرهم بحبهم جدا. بس الواحد بيبقى داخل اللي هو انا عملت اللي عليا والباقي على ربنا خلاص بقى يعني. وكانت مفاجاه طبعا كبيره جدا ان انا سنتين على التوالي انا مركز اول، دي حاجه تشرفني جدا. طب وغنيتي في المسابقه بتغني كام اغنيه عشان توصلي للنهائي؟ لا هي بص، هي حفلتين
تمام، حفله ذاتي وحفله كبرى. الذاتي بغني فيها السولو واحد عادي جدا، أوكي. وبشوف المركز، والكبرى نفس الكلام، ده على مدار السنه. هي أوكي. اغنيه واحده يعني بس. غنيتي ايه بقى؟ اول اغنيه غنيتها كانت ليالي الانس اسمهان، وتاني اغنيه كانت ذكرى الاسامي. غني بقى اي واحده فيهم. كلها حاجات صعبه جدا وما شاء الله، يعني محتاجه حد صوته قوي، وحد صوته عارف 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 يغني الحاجات الصعبه دي. طب انا مش هقول لك غني بقى، انا اللي قلت لها. انت قلت لها خلاص، قلت لها غني واحده منهم. دايما كده في نقاش، دي مش خناقه، دي مش خناقه خالص، نقاش نقاش. طب اسمعكم الاسامي بقى، يلا يلا بينا. سهلة، بصي سهلة ازاي؟ سهلة سهلة بس غنيها بقى، نيجي نغنيها احنا بقى. نأسف لهذا العطل. احنا زي الفل، احنا فاهمين. سلمى يعني ما شاء الله الأغنية صعبة جدا، وأنتِ بتقوليها بكل سلاسة، والركوزات والعرب مظبوطة. أنا طول الوقت عمال أقول إيه ده، هو ده بيحصل إزاي؟ يعني صوته طالع إزاي؟ بس ما شاء الله عليكي، يعني صوتك متمكن. ميرسي والله. الموضوع بياخد مني وقت طويل جدا كمذاكرة أغنية حقيقي، بس أكيد. بوصل الحمد لله في أكيد الآخر. أكيد. الحمد لله. أيوة، كمذاكرة بتذاكري إزاي؟ يعني النهاردة الناس كلها فاكرة إن المطرب ده عادي جدا، هو ربنا رزقه والصوت الحلو فهيغني، وممكن يغني أي حاجة والكلام ده كله. انت النهارده دراستك غير المزيكا خالص، فبتذاكري ازاي؟ مين بيقول لك تذاكري الاغنيه دي كده وهتسمعيها كده، وبتعملي ايه عشان تغني اغنيه مثلا زي الاسامي او زي انا في انتظارك او اي حاجه من الحاجات الصعبه؟ هو بصراحه طبعا احنا قبل اي حفله بنكون في بينا تواصل، انا والمايسترو، انا واصحابي اللي انا عارفه ان هم يعني شاطرين في المجال ده، ان ازاي اقدر اوفق وقتي. طبعا المايسترو بيكون لي راي ان مثلا تمام دي مناسبه لصوتك في اوديشن مثلا بغني فيه. انا مع الناس بقى في البيت، يعني جدول كده محترم، مذاكرتي طبعا قبل اي حاجه. خلصت ابدا بقى الوقت الفاضي ان انا اذاكر الاغنيه وافصصها بقى، واسمع كل تفصيله من ذكرى ومن اي حد غنى الاغنيه زيها. بلقط بقى حاجه من هنا على حاجه من هنا، وبعرف اكون حاجه مختلفه انا بقولها بنفسي، والحمد لله بتطلع حلوه الحمد لله. يعني ما شاء الله. لا ده ظاهر، ده واضح. طب قولي لنا كده يا سلمى عن الحفلات اللي شاركتي فيها سواء منفرده او مع الكورال. انا الحفلات اللي طلعتها يمكن الاكتر كانت حفلات الكليه، بحكم طبعا ان انا بقالي كتير جدا في الكليه. ايه بقالي كتير جدا؟ بقالي كتير، انا كنت في تجاره انجليش وحولت. أوكي. رحت اداب، فانا بقالي زمان كتير. عين شمس دي خلاص بيتي يعني. بس فكانت حفلات الكليه طبعا هي الاساس. اتطورت بعدها من حفلات الكليه على مستوى الجمهوريه، الحمد لله اشتركت في مسابقه انشاد ابداع، وخدت مركز اول انشاد فردي الحمد لله. ده طبعا اداني خبره اكتر، بقيت مع كرة الوحي الشرقي طبعا سفر، سولوهات، حفلات على مسارح كبيره، على مسارح مختلفه، طبعا ده كله بيديني خبره اكبر الحمد لله يعني. حلو. طيب سلمى، انت النهارده لما بتحبي تسمعي معانا صور ليكي، سوري خطيب. ده كان في انشاد ابداع. ده من سنه تقريبا. كمان يعني بتنشدي كمان وبتقولي ابتهالات؟ لان انا بدايتي كانت قران كريم عشان كنت عايشه في السعوديه، فالموضوع كان بالنسبه لي حلو جدا يعني. طب بالنسبه للانشاد، انت بتسمعي مين بالمنشدين؟ انا والله بسمع كتير يعني، مفيش حاجه معينه. الانشاد ده يعني حاجه ملهاش نهايه بجد. اكيد. بس في بيبقى فيه كده مثلا، يعني في ناس عندها مدرسه معينه، يعني مثلا تلاقي ناس بتقول لك محمد عمران، تلاقي ناس بتقول لك النقشبندي. طبعا النقشبندي بالنسبه لي يعني مفيش كده بجد. انا بسمعه لمجرد ان انا مش عايزه اقول، انا عايزه اسمع بس. وبيديني خبره كبيره جدا من قوالته ومن الطريقه بتاعته، فطبعا بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. طب وبالنسبه للفنانين اللي انت بتسمعيهم دلوقتي، سواء كان قديم او جديد، مين اللي هم بقى المفضلين بالنسبه لك، ان انت شايفه ان هو ده القدوه، او ان انا عايز اكون في يوم من الايام لما هوصل لمكانه معينه هكون زي الفنان ده؟ طبعا الناس القديمه ما ينفعش نقول راينا فيهم يعني. ام كلثوم مثلا طبعا دي بالنسبه لي التوب يعني، عبد الحليم، عبد الوهاب، الناس بحب اسمع لها جدا. يمكن من جيلنا طبعا عمرو دياب، محمد حماقي، جنات، الناس دي بالنسبه لي طبعا يعني برضو بتعلم منهم كتير جدا، وبسمعهم من صغري يعني. يمكن ده كمان اللي اداني خبره في حياتي الحمد لله يعني. طب نسمع بقى، انا اللي قلت نسمع. سبقت خلاص بقى، ما لكش حق. احس انها خدت الاشاره، خدت نسمع احتكار. أيوة هي اللي بتقول بس نسمع. طيب حاجه مستخبيه، يلا يلا. عارف تحس انه في حد حاطط فلتر على صوتها. مش صوره بقى. في سلاسه، في سلاسه، الموضوع سلس كده قوي. ده 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 ما شاء الله عليك. والله ان انا بغني الحاجات دي هنا بجد. لا احنا مستمتعين اكتر. انت مش شغاله الاستمتاع يعني. طيب قولي لي، طيب يا سلمى دلوقتي في المزيكا وفي الحاجات دي كلها، ما حبيتيش مثلا ان انت ممكن تعزفي آلة او تتعلمي آلة، غير ان انت مثلا الغنى خلاص احنا موهوبين في الغنى وفي ناس بيدونا ارشادات وحاجات كده حلوه، بس كآلة مثلا ما حسيتش ان انت ممكن مثلا في يوم من الايام تعزفي بيانو
صراحة يعني في فترة في حياتي تمنيت كده بيانو، وكان نفسي بجد ان انا اخد خطوه، بس كان طبعا دراستي دي كانت مخليني مش عارفه اتلفت حواليا بجد. يعني لو انا خليني اخلص دراستي الاول، يمكن الفتره دي بصراحه طالع عليه القانون شويه مش عارفه ليه. والقانون برضو يعني حزين بجد. مش ده اللي حزين؟ لا لا لا، هو سلطانه مفيش كده في الدنيا يعني. مفيش آلة حزين مش فرايحي. لا في آلة حزين. لا والله خالص، كلها بتقول نفس النوت. لا في آلة ممكن الناي بيلمس شويه. ايوه الناي ده بحسه حزين طبعا. ده في حته ثانيه. ايوه دي حقيقه. ايوه لا في حقيقه، لكن القانون ده القانون بقى سلطانه بقى وشرقي وحاجات ثانيه خالص يعني. اتمنى ان انا والله العظيم اخد الخطوه دي في حياتي، اتمنى ان انا اتعلم. دلوقتي دكتور صبري عبد الستار في دار الاوبرا هتلاقيه الكورس شغال. خلاص احنا رايحين بقى، هتخرجنا. انا لسه متخرجه السنه دي فسيبوني. طب الف مبروك بقى، ده احنا هنتفرج للغنى. خلاص بقى احنا اتخرجنا، خدنا شهادتنا. يعني يا ريت بقى اهو نقول العيله الشهاده اهي. سيبوني بقى سيبوني بقى تاني بقى سيبوني بقى المجال بقى بالظبط، سيبوني استمتع بموهبتي شويه. والله بجد انا اهلي كمان يمكن اكتر ناس مشجعيني في موهبتي الحمد لله، يعني دايما في ظهري الحمد لله. انت الوحيده اللي بتغني في البيت ولا؟ هقوم امشي في اسئله كتير والله يعني. فنانه برضو لازم نديها. يلا خطيب. انا الوحيده في العيله اللي بغني، ودي حاجه انا مستغرباها جدا بس الحمد لله يعني. ممكن هنلاقي جدي كان في جينات ولا حاجه. من زمان بقى. خلاص اسأله نور، اسأله نور. خلاص المايك معاكي بقى. خلاص مش عايزه. قولي لي يا سلمى، مين يعني غير المطربين اللي انت بتسمعي لهم، في حد اكتر حد نفسك تغني معاك لو قدامك الفرصه؟ اكتر حد نفسي اغني معاه والله في كتير قوي، هبقى طماعه قوي لو قلت كل الناس اللي في دماغي يعني، بس يعني خلينا اقول مجد المهندس. انا بحب مجد المهندس جدا. بص الاختيارات ايه ده، غريبه قوي. لا اصل ده مش يعني اي حد بيختار، ده مش اي حد بيسمعه، ده الراجل ده برده جهبذ كبير جدا. مجد المهندس مش طبيعي بجد، اتمنى ان انا اقف جنبه واغني في يوم من الايام معاه بجد يعني. وطبعا من الفنانين بتوعنا طبعا محمد حماقي وامل ماهر، الناس الثقيله دي بجد يعني، اتمنى ان انا اقف جنبهم في يوم من الايام. حلو حلو. طيب سلمى، عايز اسالك ما على ما نسمع احنا بقى. انت بقى سلمى، عايزين نسمع منك حاجه. هو انا عايزين نسمع، انا بقول المره دي بقى بجد. طيب تمام. تحب تسمعوا ايه؟ ممكن اقول حاجه لتامر حسني ولا اقول حاجه شعبي؟ ايه ده الاثنين؟ هنقول ده ونقول ده. تمام. اقول 180 درجه لتامر حسني. يلا ايه السلاسه دي بقى؟ ايه السلاسه والسلاسه دي؟ السلاسه والسلاسه دي؟ انا سكت خلاص. سلمى طيب، انا سالت ولا انت عشان ما تتخانقيش معايا؟ لا مش هتخانق. مش هتخانقي؟ طيب انا مبسوطه والله. انا والله كمان مبسوطه. مبسوطه جدا بالحوار اللي حاصل. بس انا مستمتعه على فكره. ما بيحصلش كتير ده، احنا بنقابل بعض كل يوم اربع بس. طبعا بنستنى من الاربع طبعا، وقبل الهوا يشهد يعني. طبعا طبعا. طيب سلمى، كلميني عن السوشيال ميديا، ايه اللي ممكن كنت هقولها على فكره؟ والله خناقه جديده. دي خناقه جديده. خناقه جديده دي. احنا المفروض الكلام ده ما بيطلعش قدام الضيوف، بس انت بقيت صاحبه برنامج دلوقتي. خلاص الفكره مش الضيوف، الفكره في الناس اللي بتتفرج. كلمينا عن السوشيال ميديا في حياتك دلوقتي. انت شايفه ان اكيد ممكن اي حد النهارده ينام ويصحى يبقى نجم فجاه، وما شاء الله انت تستاهلي طبعا تكوني ترند وتكوني نجمه وتكوني حاجات برضو كبيره جدا. فممكن بتعملي ايه عشان تبقي بتوري الناس اكتر موهبتك، بتعرفي الناس اكتر على موهبتك مش بس في الكورال او في الجامعه؟ بصوا انا بعتمد بصراحه الفيديوز، يمكن حتى التيك توك هو اكتر ابلكيشن بيجي فيوز كبيره عند اي حد. انا شخص كسول شويه في حوار السوشيال ميديا بصراحه يعني. اللي هو فين وفين لما اعمل فيديو وانزله. بس بصراحه مش هنكر ان هو بيجيب مع الناس كتير، وانا عندي الحمد لله ناس كتير بتشجعني ما شافونيش يعني، مجرد سوشيال ميديا. ودي حاجه بتفرحني جدا، ان انا مجرد الناس تكون مستنيه ان انا انزل فيديو جديد. السوشيال ميديا مش سهله ابدا، بس هي حظوظ يعني. بنزل بوست انام اصحى ايه ده انا شهرت. يا اما نزل بوست اصحى لان انا زي ما انا وافضل استمر لحد ما ربنا يكرمني. بالزبط. فهو كرم من ربنا يعني، كل واحد بيستنى ربنا يكرمه الحمد لله يعني. ان شاء الله ربنا يكرمك. حسن وكورال روح الشرق فرق معاك ازاي في فكره الانتشار؟ هل ساعدك؟ هل حاسه انه لا لسه محتاجه تعملي حاجات اكتر على السوشيال ميديا زي ما كنت لسه بتقولي ولا؟ روح الشرق طبعا طبعا ما فيش حد ما ساعدوش يعني. روح الشرق كان هو عيله، هو مش مجرد كورال. انا خدت منه اكسبيرينس كبيره جدا في حياتي. طبعا ساعدني على الانتشار يعني، خلاني اجرب حاجات جديده. سفر، حفلات بره مصر، حفلات حتى على مسارح كبيره، الاوبرا، اماكن كبيره جدا في مصر اول مره اجربها. فلا روح الشرق طبعا ليه دور كبير جدا في ده الحمد لله يعني. حلو.
طيب سلمى، يمكن برضو يعني كورال روح الشرق في فنانين كتير كانوا بيشاروا لهم الفيديوز بتاعتهم وكانوا مبسوطين جدا بالروح اللي في الكورال وروحكم كلها، والفيديوز بتبقى مبهرة جدا. مين اكتر فنان مثلا كنتوا فرحتوا او انت فرحانة ان هو كان بيعمل شير او بيدعمكم؟ هو كان اول حد كان الفنان محمد حماقي، لو هتسيب كان عمل لنا شير وخد الفيديو عنده ونزله اوريدي. احنا كنا مبسوطين جدا بالحركه دي جدا لان احنا بنحبه. احمد سعد برضو، فنان احمد سعد يعني من اكتر الفنانين المتواضعين، واللي انبسطنا جدا ان هم يعني عملوا شير لفيديو ونزلناه لي. الفنان احمد حلمي، ناس كتيره جدا محترمه وفعلا بتديك دفعه كده اللي هو انت بتأدي، انا هساعدك بان انا اقول لك برافو. وهو بيتهيألي الحاجة الحلوة في الآخر الناس كلها بتتفق عليها، يعني مش شرط إن أنا بالظبط، يعني هتلاقي غصب عني أنا بشاير، وهتلاقي غصب عني أنا عايز أبسط برضه زي ما اتبسطت، هتلاقي غصب عني أنا عايز أبسط اللي حواليا بالفيديو اللي أنا شفته. بالظبط، عشان كده أنا اسمع حاجة عشان نبسط الناس. أه سبقتك برضه، أنا قلت اتأخرت. أه دي حقيقة. طيب بما إني بحب أحمد سعد جدا، وبما إن هو كمان إداني دفعة برضه في الفيديو اللي نزلته له، أقول عليك يا عيون. يا سلام الله. يا سلام يا بنتي راينا، ربنا يريح بالك يا رب. والله ده ايه ده حلاوه حلاوه. المشكله ما سمعناش الشعبي، متضايقه. تيجي نسمع الشعبي؟ انا كنت اسالها سؤال بس ممكن نسمع الشعبي؟ لا، هو مفيش وقت للسؤال ومفيش وقت لحاجه. لا نورا ما تقوليش للاسف. والله مش عارفه ما تقوليش. مش هينفع نختم بيها يا كريم ولا طب سلمى؟ ونختم بيها، نورتينا ومبسوطين جدا ان انت كنتي معانا، واتبسطنا بصوتك جدا 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 جدا. للاسف حلقتنا خلصت النهارده، نشوفكم ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 6:30، بس طبعا نختم مع سلمى. ميرسي، انا مبسوطه جدا انا كنت معاكم النهارده، ومبسوطه جدا بالتجربه الجميله دي. شكرا ليكم بجد. شكرا ليك يا سلمى. يلا قولي.